بسم الله الرحمن الرحيم. أصبح من الضرورة جدا إقامة مثل هذه المعارض التي تعرف بمظلومية أبناء الشعب البحريني، خصوصا في ظل هذا التعتيم الكبير وتغاضي وتعامي وسائل الإعلام الغربية التي تتواطى مع الأنظمة الخليجية من أجل قمع شعوبها. أصبح لزاما علينا وعلى كل الأحرار أن ننشر هذه المظلومية في كل أرجاء العالم، وأن نقيم مثل هذه المعارض التي تعرف بهذه المظلوميات، وأن نوصلها للأحرار، لأن في كل بلد يوجد أحرار بعيدا عن ديانتهم. نريد أن نوصل لهذه الرسالة للأحرار في كل العالم، وندعو البحرينيون في كل أرجاء العالم أن يقيموا مثل هذه المعارض التي تعرف بجرائم آل خليفة وجرائم آل سعود والتواطؤ الغربي، وتفضح التواطؤ الغربي الذي يتعاون من أجل طمس هذه المظلومية، وهم يرفعون شعار حقوق الإنسان ويرفعون شعارات براقة، إلا أنهم عندما تصطدم هذه الشعارات مع مصالحهم تتوقف كل هذه الشعارات وتتوقف كل هذه القيم وتجمد. نحن من خلال هذه المعارض ومن خلال هذه الصور نريد أن نؤكد على رسالتين. الرسالة الأولى وهي مظلومية هذه الشعوب وقهر هذه الشعوب من قبل الأنظمة الخليجية الظالمة، والرسالة الأخرى أننا باقون صامدون مستمرون، لن تكسرنا هذه التعتيم، لن يكسرنا هذا التعتيم، ولن يستطيع أن يغطي هذه المظلومية، وسوف نستمر بصمودنا وثباتنا وعزيمتنا وإرادتنا، ولن نتراجع حتى الوصول إلى الأهداف التي خرج من أجلها أبناء الشعب البحرين. نحن في الخارج نريد أن نوصل رسالة إلى أبناء الشعب البحريني في الداخل أننا معكم، نقتسم معكم الألم والهم والغصة، وسوف نسعى بكل ما أوتينا من قوة لإيصال مظلوميتكم إلى كل العالم إن شاء الله.